درس مش عارف ودرس مش فاكر ودرس ما كنتش حاضر. هم هيغيروا اسمها على فكره. اسمها نفادا يعني. نفادا اسمها نفادا. نفادا مش لاس فيجاس. هي في ولايه نفادا. فورجيت لاس فيجاس. اسمها صدقني ده يعني جايبين كنكه يا سيدنا هاتيها وفرجيها. قد كده. عايز ادخل المعلقه اقل بالسكر مش بخش. عملت الظهر المعلقه. يا ماما بيجيبوا لي الفنجان ده. يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. يشرب كتير يشبع دايما كده. شعرت بألم فرحت عند طبيب أسنان وقلت له أنا درس تعبني شيلهولي تعبان منه. قال له طيب اداله حقنة وشاله وأول ما شاله بص فيه قال لي لكن ده كويس أوي. قال له مدام كويس أوي شلت ليه؟ قال لي أنت اللي قلت له. قلت له وأنا لما أقول لك ده كان زمان دلوقتي لا دلوقتي الدكتور اللي عايزين ننقذ الدرس. ايوه لكن التاني بعد ما شارك انا بحكي كده هو مسك كده لكن ده كويس قوي. لا دي ذكرى ما تتنساش ابدا. فضلنا لكن السنان
كويس ان انا في السن دي ولسه عندي شوية اسنان ولو نظمة اسكال كده. صار في ناس في السن دي يكون سمانهم خلاص. صرير الأسنان بس ده تعبير يعني. لأن مش هيكون في أسنان في الأبدية. لا يعني لما الكتاب يقول في كورنثوس الأولى 15 الناس يموتوا بأجساد مادية ويقوموا بأجساد روحانية. الأجساد الروحانية ما فيهاش اللحم والعظم اللي زي ده. يمكن صرير الأسنان على الندم على الحاجات اللي زي دي. يا ملك السلام أعطينا سلامك وارمر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا.